خلال الفترة اللي فاتت كان في تشكيل بقى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، هنستعرضه مع حضراتكم دلوقتي وهنشوف تشكيل قطاع النادي الأهلي للموسم الجديد. زي ما احنا شايفين تشكيل إدارة قطاع الناشئين لكرة القدم موسم 2019-2020، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، كابتن هشام حنفي مساعد رئيس قطاع الناشئين لفرق المسابقات، كابتن إكرامي الشحات المشرف العام على مدربي حراس المرمى، كابتن جمال السيد مساعد مدير القطاع لفريق البراعم، كابتن تامر حفني أيضا مساعد مدير القطاع لفريق البراعم، كابتن خالد محمد أحمد مدير إدارة سكرتارية القطاع، زكريا فوزي أحمد مدير مال القطاع، أسامة مصطفى مدير الجهاز الطبي، كابتن هشام نور الدين مسؤول صيانة الملاعب، وده مهم جدا إن برضه يبقى عندنا مهندس مسؤول عن الملاعب. جهاز فريق مواليد 2000 الاسم كابتن مدحت طه مدير فني، عبد الله فاروق مدرب عام، خالد حسن مدرب حراس مرمى، صابر سناده اداري الفريق، محمود عبد الحليم طبيب الفريق، احمد عبد الخالق مدلك. ده فريق 2000. هنروح للعلاج الطبيعي، كابتن مصطفى سعد، علي محمود عبد المؤمن، ونبيل عبده. تاهيل الاصابات طارق عصمت، كريم مرغني، خالد حسين علي. ما شاء الله شايفين تاهيل الاصابات، شايفين دكاتره في الجهاز الطبي، شايفين كل يعني الجهاز شامل على كل حاجه. مدير الشؤون الاداريه للعياده الاستاذ فتحي كشك، دي عياده القطاع الناشئين بالنادي الاهلي اللي بيتم فيها علاج المصابين على مدار الموسم. مشرف الاستراحه لجميع الفرق، وعايز اقف هنا شويه، الاستاذ جلال سيدهم مدير الاستراحه، الاستاذ عادل محمد صادق نائب مدير الاستراحه، عاطف محمد شام اخصائي اجتماعي، اشرف علي محمد اخصائي ثقافي، عصام محمود اخصائي نفسي واجتماعي. زي ما احنا شايفين الترتيبه دي، اول حاجه النادي الاهلي بيهتم بالمغتربين اللي بيتم اختياراتهم او اختيارهم من المحافظات، المنصوره، اسكندريه، زي ما هنشوف بعد كده اختبارات النادي الاهلي في كل المحافظات. اختبارات النادي الاهلي في كل المحافظات، النادي الاهلي برضو بيهتم بالمبيت واستراحه الناشئين بالنادي الاهلي. زي ما احنا شايفين الترتيب، في مدير الاستراحه، في نائب مدير الاستراحه، في اخصائي اجتماعي ازاي بيكلم الولاد، في اخصائي نفسي ازاي بيكلم الولاد يجدد الدوافع، ازاي ولد صغير يبقى عنده مشكله ازاي يبقى مسؤول مختص اخصائي نفسي اجتماعي ازاي يكلم الولد في المراحل السنيه دي. دي حاجه مهمه جدا ومحترمه جدا من النادي الاهلي. زي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي ما بيسيبش اي حاجه صغيره او كبيره الا بيحط لها المشرف والمسؤول عنها. هنشوف بقيه دلوقتي تشكيل القطاع. جهاز فريق مواليد 2001 الكابتن احمد سراج مدير فني، كابتن احمد عبد الظاهر مدرب عام، ممدوح عبيد مدرب، تامر تسوق مدرب حراس مرمى، عماد انور اداري الفريق، محمد امام طبيب الفريق، وحسام سيد طه مدلل. جهاز فريق مواليد 2002 كابتن ياسر محمدين مدير فني، اشرف ابو زيد مدرب، محمد سماره مدرب، محمد فتوح مدرب حراس مرمى، محمد راشد اداري الفريق، محمد فتحي درويش طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين مدلل. مواليد 2000 او فريق 2000 كابتن محمد سعد مدير فني، شريف عبد الفضيل مدرب 2003 فريق مواليد 2003 كابتن محمد سعد مدير فني، شريف عبد الفضيل مدرب عام، محمد احمد ماهر مدرب، بهاء جمال مدرب حراس مرمى، شريف خليل اداري الفريق، ماجد هاني طبيب الفريق، احمد ممدوح مدلك. وزي ما احنا شايفين في اعمار سنيه، خبرات متنوعه كمان في الاجهزه الفنيه ما بين شباب وما بين يعني كبار في السن شويه. الوجه الجديد على قطاع الناشئين مش جديد، لا انضم قبل كده لكن هو جديد السنه دي، الكابتن ياسر ريان مدير فني، اسحاق اول مدرب عام، انور وجدي مدرب حراس مرمى، عمار فتحي اداري الفريق، حسين فاضل طبيب الفريق، ومدلك كابتن احمد شوقي. جهاز فريق مواليد 2005 كابتن احمد سمير مدير فني، معتز اينو مدرب عام، احمد ابراهيم مدرب حراس مرمى، سيد عرفان اداري الفريق، اسلام عزيز طبيب الفريق، وناجح احمد مدلك. زي ما قلت لحضراتكم تاني كل الاجهزه يعني في اعمار سنيه مختلفه في الاجهزه الفنيه لاكتساب الخبرات. في عندنا مواليد 2006 احمد جمال مدرب عام، زكريا حسين مدرب، ايهاب خميس مدرب حراس مرمى، احمد فؤاد اداري الفريق، اشرف عثمان طبيب الفريق، وابراهيم رشاد مدلك. جهاز مواليد 2007 كابتن اسامه زكي مدرب، محمد سعد مساعد مدرب، كابتن علي الخليل مدرب حراس مرمى، سيد حجاج اداري، احمد جاب الله طبيب الفريق، وابراهيم خاطر مدلل.
مواليد 2008 كابتن عصام صلاح مدرب، ايمن عبد السميع مساعد مدرب، علي خليل مدرب حراس مرمى ايضا مع 2007 سيد مع 2007 2008 سيد حجاج اداري، احمد جبالة طبيب، وابراهيم خاطر السيد مدلل. 2009 كابتن محمد عبد العزيز زيزو مدرب، هاني داوود مساعد مدرب، ياسر عبد المجيد مدرب حراس مرمى، محمد فتحي كشك اداري، واحمد جبالة طبيب، وابراهيم خاطر السيد ايضا مدلك مع 2009. 2010 كابتن حسين شكري مدرب، كريم عادل عبد الفتاح مساعد مدرب، ياسر عبد المجيد مدرب حراس مرمى، محمد فتحي كشك اداري، احمد جبالة طبيب، وابراهيم خاطر السيد مدلل. الاعداد البدني، وزي ما قلت لحضراتكم يعني لاحظوا التشكيله بتاعت قطاع الناشئين، هتلاقوا فيه تاهيل اصابات، في اعداد بدني، في نواحي نفسيه. دلوقتي الاعداد البدني كابتن احمد سالم، طه محمد عبد الرحيم، محمد احمد نحله. ده تشكيله قطاع الناشئين النادي الاهلي موسم 2019-2020، نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق، ومطلوب منهم السنه دي بطولات اكتر، والهدف الاكبر هو تصعيد فريق لاعبين للفريق الاول بالنادي الاهلي.